شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى، بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها، كما ألقى اللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة. ومتابعتها الدائمه والمستمره لكافه الاعمال والانشطه التي تنفذها قوات الصاعقه مؤكدا ان رجال قوات الصاعقه دائما في اعلى درجات اليقظه والجاهزيه مستعدين للتضحيه بالغالي والنفيس لحمايه الوطن وصون مقدساته اعقبها تنفيذ عدد من البيانات العمليه التي اظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقه من قدرات قتاليه ومهارات ميدانيه ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام كما شاهد الفريق اسامه عسكر معرضا للاسلحه والمعدات الفنيه عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الاسلحه لقوات الصاعقه عقب ذلك المرور على القوات المنفذه للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءه الفنيه والقتاليه للاسلحه والمعدات مشيدا بما لمسه من استعداد قتالي عال وروح معنويه مرتفعه للقوات كما طلبهم باليقظه والحفاظ على اعلى معدلات الكفاءه والاستعداد القتالي والاهتمام بتنميه المهارات الميدانيه للمقاتلين لما تتطلبه طبيعه العمل الخاصه لرجال الصاعقه حضر تفتيش الحرب عدد من قاده القوات المسلحه